التي نريد أن نتخلص منها من كل ما سبقها من عادات وأفعال كأن شيئا لم يحصل، هو صفحة جديدة وضعها الله في كتاب حياتك. رمضان ليس كما في أذهان البعض، ليس الشهر الذي فرضه الله علينا مشقة وصعوبة، إنما هو فرصة أهداها الله لك، فالله يعطيك الفرصة تلو الأخرى ليغفر لك. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلماذا الصيام؟ يحتاج الإنسان أن يغذي ثلاثة أشياء: جسمه وعقله وروحه. فالصيام ليس للجوع والعطش فقط، إنما هو تذكير بأنك إنسان. فالحكمة من الصوم أن تلتفت إلى الجانب الروحي من حياتك، وأن تعرف الغاية من وجودك، وأن ترى الرابط الذي يربطك بالمولى سبحانه، ألا وهو روحك. فالصيام يعلمنا الصبر على طاعة الله، وهو درع يحمي المؤمن من الشهوات والمعاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يرزقنا حب الطاعات وأن يعيننا على فعلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال.